مرحبا، انا محمد أورفلي من فتحبيت. مثل ما بنعرف تحضير الاكل الطيب ما بيتطلب بس مهاره الشيف، وانما على المكونات الطازجه والنضره. احنا بالعاده بنحط المكونات بالثلاجه لفتره طويله، فممكن نخسر من طعمتها او من جودتها. باعتبار الثلاجات بتلعب دور كبير بهي المعادله، رح نشوف اليوم اذا كل الثلاجات لها نفس التاثير. رح نختبر اليوم طبقين محضرين بنفس المكونات. مكونات الطبق الاول رح يكونوا بثلاجه توين كولينج بلاس من سامسونج المزوده بنظامين مستقلين للتبريد. مكونات الطبق الثاني رح يكونوا بالثلاجه العاديه، رح ينحطوا بنفس الوقت ورح نحفظوا لنفس المده. هلا رح نحضر ستير فراي باللحمه. جاهزين؟ خلينا نبلش. اول شيء نقطع الفليفله. نقطع الفليفله الصفر لشرايح. رح نقطع هلا البصل الاخضر. شو يا شيف؟ ميته على الاخر الخضره. الخضره عندك ميته. شايف الفرق بين خضرتك وخضرتي؟ لانه المكونات تبعتي محفوظه بثلاجه توين كولينج بلاس من سامسونج. في عندي رطوبه 70%، فعمر خضرتي اطول بمرتين. هذا الفرق. نقطع الجزر لشرايح، ذره للنص، شرايح الزنجبيل، حنقطع البروكولي لفلوريت صغيره. هلا رح نقطع الهليون بشكل طولي. رح نقطع اخر شيء عندي هون البازيلا الحلوه كمان لشرايح رفيعه. هلا رح نقطع الثوم. عنا هون الوق جاهز، ورح نعمل ستير فراي للحمه متبله بشويه ملح وفلفل اسود وصويا صوص. سارة، جاهزة تحكي معي على الستير فراي تبعتنا؟ يلا. ابغى افندل عيالي هذا. حلو، شكرا. هلا من بعد ما عرفنا انه مش كل الثلاجات مثل بعضها، وحتى اكلنا ما يفوت طيبته، بنصحكم تحصلوا على ثلاجه توين كولينج بلاس الجديده من سامسونج.